أنا طبعاً هددت اليوم قبل لا أجي، وهذا من خلال قناتكم. أنا أقول للسيد الصدر، للمسؤول القضاء الأعلى، أنا أي شيء إذا صار علي وراح أقول للأهل اليوم، فالهددني موجود. هددني فقط لأنه بديت أتحدث بشكل ما يتحدث فيه المواطنون، تحدث فيه وسائل الضيف الآخر. الضيف الآخر هددني بشكل واضح يعني وتجاوز بشكل طبعا بعيدا عن هذا الموضوع. يعني حتى من هذا استجداء العطف عيب، اولا استجداء عطف. انت تجاوزت على مقدسات، على الذات الالهيه ورديتك، هذا مو تهديد. انا ما اقدر اتكلم. خلي عندك نقطه شيخنا. عفوا شيخ، خلي عندك نقطه. اولا انا ما هدد اي واحد، ثانيا هذا الكلام يسجل ضده مو كل الاحترام لك، بس خلي عندك نقطه شيخ. تجاوز على الذات الالهيه وبالتالي الكفر، انا واجبي كرجل دين ارده وما اسمح له. اما التهديد لا، ما نهدد. هذا اللي يحدد بالشو اسمه. انت هددت لماذا دكتور؟ اي خلي تفضل يقول. هددت على شنو؟ تهددت بشنو؟ المهم هددت بال، لا اذكر الالفاظ وبعض الاشكال الواضحه. يعني حالك حالك حال الاخرين. اذا طرحت ماذا؟ انت هو بس اذا سمحتي لي، يعني احنا ما سوى الشيخ دي يقول لك، يعني هذا عمليه تحريض، ما جاء نحرض، ما جاء نقول، على العكس نقول نحن مع بناء الدوله العراقيه. دكتور عزيز مو انت قلت هددتني ولا شفت السيد بوقت؟ اي هذا شنو التهديد؟ هددت ومن اخرج منها من اللقاء شنو التهديد؟ وصل التهديد اللي وصلني، وصل الطريقه اللي تحدثت علي فقط بالحديث بشكل واضح. انا سئلت قلت يعني من قتل 50 متظاهر السلمي في ساحة التظاهرات؟ من قتلهم ولماذا قتلوا؟ واليوم يعني هل القدرة والقوة، إذا سمحتي لي، هل القدرة وهذا دقلش جاوز على المقدس؟ أنا أقول هل القدرة اليوم فقط على أبناء جلدتنا؟ أنا قلت اشرب ماء ترتاح سيد، ارتاح شوي، اشرب ماء ارتاح. ما أدري جاي تكلم كلام ما مترابط، ما أعرف. بالنتيجة اشرب ماء ارتاح. أقول لا تنفعل، ركز بحديثك لأنه كلامك يحسب عليك. نعم دكتور.